السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب الغر الميامين. ازيكم يا سنة خمسة ابتدائي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هحل معكم صفحة 319 زي ما حد طلب مني في الكومنتات، وهي صفحة مهمة جدا جدا، وانا نسيت الصراحة ان انا احلها لما قلنا هنحل الوحدة الستة، فهحل معكم دي. لكن حل الوحدة الستة بقى خلاص احنا عرفنا الوحدة كلها بتتكلم عن ايه وشرحناها وحلينا عليها كتير جدا، فتعالوا نبدا ونقول بسم الله ونبدا الفيديو بتاعنا على طول. اول حاجه هنا الصفحه دي كلها ازاي بتكون جمله. طبعا هو فيديو حلو عشان هشرح فيه ازاي تكون جمله خبريه وامريه واستفهاميه بهل وكلمه الاستفهام. اول حاجه الجمله الخبريه انا ابدا فيها بالفاعل او الاسم، يبقى احنا بنبدا بيها باول حاجه بيكون فاعل. الفاعل ده بيكون حاجتين، يا اسم يا ضمير، تمام؟ يبقى اول حاجه بتكون الفاعل، تاني حاجه بتكون الفعل الفيرب، تمام؟ بشوف بقى الفيرب ده ايه، وبعد كده بجيب الايه المفعول، تمام؟ وبعدين باقي الجمله. طيب هو هيديني طبعا خط تحت الكلمه اللي انا هبدا بيها، تمام؟ اقرب بس الكاميرا كده. يعني انا مس عندي هنا ايه الوزر ايجيبت، عندي كلمة وزر وايجيبت، تمام، وانايس وهاز وفرايتي اوف. طبعا مصر هنبدأ به، مصر هي مين؟ الفعل ايجيبت. طيب فين بقى الفعل هنا امس؟ ما عندي هاز، هو ده الايه الفعل، يبقى ايجيبت هاز، وبعد كده انايس فرايتي اوف، واخر كلمه تبقى weather، تمام؟ بس كده اهو، تمام. ده الجمله الاولى. طيب الجمله الثانيه احنا هنبدا بضمير، عندي went و beach و I و the و to، يبقى I انا ذهبت. طب ما انا عارف ان يذهب go، لا في الماضي هتبقى went، يبقى I went انا رحت فين؟ to the beach، تمام، يبقى انا رحت الايه الشط. بعد كده الجملة الأمرية أنا ببدأ بحاجتين، يا إما فعل في المصدر أو don't، وdon't بيجي معاها برضو المصدر، يبقى يا إما دي يا إما دي، تمام. طيب أنا هنا هبدأ بمين؟ بإيد. طبعا هنا مظللة هيبقى أنا مش هكتب فيها حاجة، يبقى أدي مصدر الفعل يا عم إيد. هاكل إيه؟ طيب هنا عندي في كومة، يبقى هبدأ بدي وبعديها الصفة التانية وبعدين الاسم، يبقى الصفة تيجي قبل الاسم، يبقى eat small كومة light وبعدين meals، تمام. طيب الجملة اللي بعديها بقى فيها don't، يبقى هبدأ بdon't. فين مصدر الفعل يا ماس؟ اهو go، don't go لا تذهب، ايه outside ما تطلعش يعني برا، outside in bad weather، bad اهي وبعدين weather، تمام. طب نيجي للجملة الاستفهامية، هتبدأ بحاجة فيها wh او ايه او how، انا عندي هنا مين؟ how. طيب الفعل المساعد فين؟ الفعل المساعد بيكون يا دو يا داز يا ام يا اس يا ار يا هاف يا هاز يا كان، كل ده بيكون فعل مساعد، انا عندي هنا دو. بعد كده اجيب الفعل، يبقى هاو دو، وفين الفعل؟ البيبل اللي هم الناس، هاو دو بيبل، وبعد كده الفعل اللي هو بروتكت، وانت طبعا عارف الفرق ما بين الاسم والفعل، واخر كلمة هتبقى them selves، تمام. بس كده. طيب هنا بقى بيقول how much، عندي apple و how much و وان و does، هنبدأ طبعا بكلمة الاستفهام هنا how much. طيب الفعل المساعد does والفاعل an apple، تمام، وفي الاخر هتبقى و، اهي هكتبها هنا عشان ايه تبان معك في الكاميرا، بس هو هنا ما فيش ايه فعل اساسي، يبقى how much does an apple weigh، يعني ما هو وزن الايه التفاحة. طيب او كم الكمية اللي هي وزن التفاحة يعني، تمام. طيب a sandstorm did with the past و in و happen، هنبدأ ب did، فين الفعل يا ميس؟ اسم ولد اسم بنت ضمير ما عنديش، يبقى a sandstorm ايه
طبعا المكان صغير، فايه انا هدخل في اللي بعدها ساند ستورم، دي نغلط ساند ستورم. بعد كده happen اهي in the past اهي، ونحط علامة الايه الاستفهام. ادي الجملة بتاعتنا كلها. طيب بعد كده عندي ان وافن وات وداز ورين وايجيبت. هنقول طبعا الفعل المساعد هنا داز، طب وفين الفعل؟ ما انا عندي ات ضمير، يبقى هاو داز ات، هل تمطر، هاو داز ات افن. طبعا الفعل الاساسي هنا هيبقى رين، بس هنحط قبلها افن، وبعدين رين ان ايجيبت، ونحط علامة الايه الاستفهام. تمام، ادي الجملة بتاعتنا اهي. يبقى هنا did a sandstorm happen in the past، هل كان في عاصفة رملية بتحصل في الماضي، و does it often rain in Egypt، هل دايما بتمطر في مصر. هنا دي اهي انا بقولها عشان لو ما بانتش في الكاميرا. how much does an apple weigh، هنا how do people protect themselves، هنا don't go outside in bad weather، eat small light meals، Egypt has a nice variety of weather، وبعد كده I went to the beach، أنا بذهب إلى الشاطئ أو أنا ذهبت. تمام، بس دي صفحة كام؟ 319. بعديها بقى أنا طبعا في الملخص المواصل، بعد كده حل على الوحدة الستة، وبعدين بقى القصة. تمام، لو عايزين الحل بتاع الوحدة الستة اكتبوا لي في الكومنتات. يبقى احنا دلوقتي اتعلمنا ازاي نكتب الجملة. يبقى انا ببدأ بالفعل، تمام اهي فاعل، وبعد كده فعل الجملة الايه الخبرية، وبعدين بقى الايه الجملة. طيب دي الجملة الخبرية، بعد كده الجملة الاستفهامية اهي اللي فعلة الاستفهام. بنبدأ بحاجتين، يا دبليو اتش او هاو، وكل بقى كلمات هاو، يا اما ببدأ بفعل مساعد. فعل المساعد ده بيكون اشكاله كتير جدا، دو وداز وديد وام وز وار وهاف وهاز وكان وود وشال وماست وشود، كل الحاجات دي فعل مساعد. تمام، وبعد كده بتجيب وراهم زائد الفعل المساعد بعد مين؟ بعد دول، لكن دول يجي وراهم الفاعل، وبعد كده الفعل، وبعد كده باقي الجملة. خلاص، هنا بقى الفعل المساعد، بعد كده الفعل، وبعدين الفعل، وبعدين بقى الايه الجملة. تمام، بعد كده عندك بقى الجملة الأمرية، سهلة جدا، يا اما بتبدأ بمصدر او don't زائد المصدر، يدي يدي، ده الجملة الايه الأمرية، اسهل حاجة في الدنيا. بس ادي التكوين الجملة او السؤال باختصار جدا، وكمان الفعل الامر. وادينا حللت لكم صفحة 319 زي ما طلبت سنة خمسة. انا مش عايز اسيب لكم اي حاجة، واي حد عنده اي حاجة بيكتبها لي في الكومنتات برد عليه، ولو محتاج ان احنا نعمل عليه فيديو بعمل عليه فيديو على طول عشان الكل يستفاد، وما نبقاش مفوتين اي حاجة خالص في الامتحان. بس كده الفيديو بتاعنا خلص، اشوفكم بقى على خير وبالنجاح والتوفيق يا رب، واقول لكم بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.